يعني حفظة إلى أن أنت دور صالدو مر واحد نقطة حين كترك ولا إلى ليه مر واحد نقطة عرب ولا إلى ليه مر واحد نقطة علاش ولا إلى ليه وعلاش ولا إلى ليه إني حاران قش أنت حاران إلى أنتو عبيتان حاران إنه قالوا هو حاران إن تكون هتو إذا نعفى لنا هذا وأو تجدون إن شاء الله تعالى مرك القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى إنه هو أمري سيدة دبنا واحد وقال إنسان الله هدو شيء إن أمره مصلحة كجرت هذا هو أمر مصلحة أفرهن أما أفهم لكن شيء إله هدو بنيه أما إن أمره مصلحة كجرت شيء هدو إله أدو مدي سكر وداي إلى هذا لبا كجرة لبك أما أدو فهن أما أفهم إلان الله تبارك وتعالى بلاش وحو مدي ذو يعني وح يعني نفط الربط إن بلاش لو ودي ذا معنى الآصر تكلم عنه شيء قال ودي ذي لباتها كجرت لباتها باسي الدنيا نقوم كرتاب إذا آخرين نقوم كرتاب لا بضوء نقوم كريا نبي قال صلوات ربي وسلام عليه حديث تيساء أيو إساقنا إن بضان إن غفري إلا إسئلاليو وأنشح إلا إلاليو ولا دوصونا نبي قال صلوات ربي وسلام عليه إلهي مركو صوص علي قول بضان وين الله صدر وحا كم إذا هيد أخلاق ذا ونوانكسن إنو نميستيرو طبعا اخلاق ذا وناكسن يبقن كوناكسني خاصه دور صوندا عربتي قالت هيدا النبي محمد ويمي صلى الله عليه وسلم نقم بيقوع هيدا يقو قالها ساس دردد نبي قال صلى الله عليه وسلم اكو الضمر كاللقى اللي يبيع هذا يا ايها النبي هو هاي هاي كنت في سوره الممتحن اخر كيف اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين مركو النبي بالضمر كبيع هذا اللقلي حيالوه بيع هذا كل اللقلي وحا كم بها إن أيضا الضمر كمسلمات كيه إن أنشح إلى ليانو الزنة يقشن كإسك إلى ليان أرنك إن يبلغن كل اللقلي النبي صلى الله عليه وسلم كورق به كم بده هندل به ترى واحد تري يا رسول الله مركو قضب كالم بري هزيني سنين ومانت إسك إلى لي واحد تري يا رسول الله أو تزني الحرة ما هويني حرة والشرف له بازين السقور نبيت ما كان لقدر يقضى بضر بلنت نقول لك ما نقول لك لي هزين السنين ما زين السقور نانو حرة يعني وحوين عربت قال هذا نحضر ناكت تشيرك هذا أقول له وما أنت أقول وأنشح يعني كعي يا ريساي وحي أهان شرتي ناك أدونا لكن قول حرة أو رير ولا يسن كذا لا شيء ما ينسي قورين زين هذا ما يسن يعني وحويان أنت ما تقوم بالنين مكة وإلى هاي شيء أخلاق ولا يسن يبقى ولا يسن يجو قالا ساس دنا دين النبي عمر كل صلى الله عليه وسلم منك أخلاق ذا زيرو كم باللعبين يا وحي شيء يبقى ما يشتري وتقول ما يا حديث ك مؤتمر كأوانك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق لو ما يشتروا dawan dhameystiray ya nabi sallallahu alayhi wasallam wixii si jiray wixii ka dhimanaaba dhameystiray ya nabi sallallahu alayhi wasallam nabi markaa sallallahu alayhi wasallam qodobkaas dhowrsoonida ah in bulshadu dhowrsoon tahay afraad dhowrsoon tahay guriyo dhowrsoon yihiin dowladku dhowrsoon yihiin ragu dhowrsoon yihiin mujtamaac dhowrsoon u yahay nabi sallallahu alayhi wasallam aad buu uga hadlay bal shariicadeena waa ogtay inoo meel adag baa la istaajiyay waa ka ahkaamta adag laga dajiyay waka jeebal kalmo ay laga jiday xuduuda waka dhagax dilka dhagax lagu dilay laga jideeyay waxa soo dhaw waxa loo sameeynaa calaashan in yani bulshadu ay dhow soolaato dadka bulshadu haday wasakhowdo oo yani waxa weey rabaaisha iyo xumaanta iyo waxa si ku faafaan koo waxay sugi waa cuquba ilaahay oo koo ka tahay in cudur halis ay ku faafaan la nabiga nasi sheegay sallallahu alayhi wasallam zinadu mujtamaac kuma faafto إلهي بنان كدكتور الله سبحانه هذي تاسي لعدم النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحكوية ابتلايا مجتمع عذر أن أدونك هذا كور صومري نبي بهذا الكامر كورا صلى الله عليه وسلم كور ما يعني واختفق به صومة هذا نوحو أدونك عذر كاللين يا أيديس كحقيم كيم أيديس كسيم كيم السيب وسكوفا فا يا صحمان تاهما يعني عذر روحو إلهي قصة لبيا aan horey loo aqoonin oo waxan ka dhashay
وكو ومدى لما ذا مجتمع مركي وحني كفاف وعفظه كلمته مجتمع عاسي عذر يعني عقوبات كليته وأن عذر هاي لإلهي وكوكينا يا تبارك وتعالى هو أذكر الإنسان قوم لوط إلهي تبارك وتعالى سيدو أدى بالرغي لكن كي حمائي لهان شريه ورقوا إنا وحسكرة سدانة طبعا النبي قال صلى الله عليه وسلم دور صوني داسي آدب أمدي سأقبوا الرئي أستان إي على من ويؤى هيد أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكم إلى حديث معرها تلمامة حديث أبو هريرة والنبي قال صلى الله عليه وسلم صدح إلهي تبارك وتعالى حق بيكوركي سكوتهي إن أكالمي صدح وحكم إذا المجاهد في سبيل الله وحكم إذا المكاتب الذي يريد الأداء روح أدور مسيد كي سليه الشيء ودور يوحي اللي يقوله الشيء ويسكبه ذا حروبه وحصد حيه وقضب كأن ربناه والناكح الذي يريد العفاف نين قور سنية أما قبل قور سنيسة وقور كالدور إياه إنو كؤو صدق يعني وحي قور سنية إنو الشرف كيسة وكو إلاليه أو سجى إلى ليه حمانه وكبره روح الله عسى إلهي بأوك المين يبو النبي قولي صلوات ربي وسلام عليه وعكم الحديث تماشى قصة أروني حديث عبادة بن صامت رسولك قولي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة لح الرماد إيه دمان قادة نفتي إن أنا قولي تشنان إذين دمان قادة يعني لح الرماد إيه دمان قادة وتشنان لو دمان قادة لح النبي قولي صلى الله عليه وسلم مركض أد هل ليسان شكين إنسان رونتو كده داله كو تلواد مركب بلن قادان بلن تفولية تصدحات هدي الذين آمنوا أمانة إلالية تأفراد حبنيهن فرنك إلالية حلال وحالهين حصمينينا تكلا وحوي عندهن الله وحارام تكلا توضن بيسانا وحوي قعميهن وحي إلهي ديدي كلاب أو كعلية لحداس هذا دمانة قادان تشندوا وقرنتي مركان ولا دمانة قادينة تشند قليش مركب وحوي وحا كم ذا إن أذحبن كاقة ترنك إلى لسو شرفت هذا إلى لسو إسك إلى لسو حمانت إسك إلى لسو فذا إيا دور صولانتو مركا سانو ريب أشيقني دور ميلوت بيقشا نصوص مركا لفيريو ميلاي قشا وحا كم ذا مثل عفة الفرجي إن حبن كترنك لإلى ليو وحمانت لقى إلى لي وأتنا هذا الصور شيقني أيضا القرآن كالتلمامية الله تبارك وتعالى مركو صفات كمؤمنين تتلمامي ليباني مؤمنين تليباني صفات إليه صفات كوذ مكي لتلمي قد أفلح المؤمنون مؤمنين تيوي ليبانين وكوة الذين في صلاتهم خاشعون والذين مع اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون حق دمائه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون مؤمنين تليباني صفات كون وحكم ذا حبنه وضطرن كي حفظيان إلا حاسس كودا يا أدوم هذا موي بمعنى إذ حلاله هو الذي من كذا من كان حاسكيس مويان تاوحي أي كوكوتان الشهوة أي كوكوتان كما إيضايسنا إلهي يكتس تبارك وتعالى إيض يدن بكما إلها لكن إن تاوحي كسوها الروحي الرادية إنو كوكوت الشهوة ديسا هو سوى حد قدن بالي تبارك وتعالى وكو حد قد بي أو إيضايسن أيها الله تلمام تبارك وتعالى مركز صفات كمؤمنين تكم تاين حديث النبي قال صلوات ربه والسلام عليه سيده فلك الله إلا ورسوه إذا حليك ترنك ماشي اللي قال يقف يرسد مركو خاصة دور النبي كهل الله صلى الله عليه وسلم وعي الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت هوين إذا هدي شنت الصلاة صفة على تكت إيش هذا رمضان نسي صح وصمت حلين كذا ترى كنا حفظي ذو زوج كذي نين كذا أي أطيع ذو ما أنت قيامة وحلو ليه دونات شن هذا قال إللي ذا هتشن هذا كاب دون تنا كقال هو يرسل ماش اللي قلي شن تي صلاة يسون كي أيال الله دوار دقي يا حبين كده سونان تيسا وحال الله دقي سون كي يصلاة جلاش ولا الله دقي مركب سهل أنا
waxaa lagu daray qodobada jannada lagu galo. Ya waana midda keenaysa inay qur-aanka in badan ay kusoo noqnoqoto arrintaa iyada. waxaa kaloo tilmaamaya nabigeenu sal alay wasalam aada buu ummaddiisa uga baqay laba arrimood: inamaa akhshaa calaykum shahawaat alghayi fii butuunikum wafurujikum mudillaati alfitan. waxa aan idinka baqaya keliya waxa wey ummaddiisa uu ka hadlaya nabigu sal alay wasalam waa doonitaanka nafta shahawaadkeeda oo calooshiina, caloolihiina iyo xubnihiina taranka. calooshu maxay tahay? waa xoolo raadinta. maxaad cuntaa? maxaad cabtaa? maxaad liqdaa? xoolo iyo adduunyo raadis, wixii caloosha gelaya waan idinka baqi nabigu sal alay wasalam. xubinka tarankana waan idinka baqi. waxaa kaloo idinka baqaya mudillaatu lhawa, hawada waxyaa kuweeda dadka lumiya, yacni waxa weeyaan fitnooyinka diinta la moodayo, ruuxa diinta ka leexinaya. intaaba nabigu waan idinka baqi buu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka sax waa la baahan yahay, laakiin waad baahan tahay baktiga looma cuno. soomaalidu yidhaahda waad baahan tahay baktiga looma cuno, waa inuu ruuxu is-ilaaliyo. waa inaynaan gaaladan dhex joognoo kale ma nihin, gaaladu aakhare ma rumaysna. hadday rumaysan yihiinna si khaldan bay u rumaysan yihiin. annagase waxaan rumaysannahay aakharaan rumaysannahay. waxaan rumaysannahay maanta haddaad dhimato beri inaad qabri geli, qabriga inaad ka soo bixiyo ilaahay la kulmi, qiyaama inay jirto, janniya naar baa jira. hoygaa dambe, hoygaa dambe maadaama aad rumaysan tahay, xisaabtankiisa waa inay noloshaada qayb ka tahay, waa inaad ku xisaabtanto. waay saas daraaddeed wax badan oo aakharadaada wax yeelaya waa inaad adkaysi ka yeelato, waa inaad iska ilaaliso. qur-aanka kariimka dahaarada iyo dhowrsoonaanta iyo nadaafadaasi ku saabsan muxuu ahaa cifada qur-aanka kariimka ah, mithaal cajab badan buu ka bixiyey. mithaalka aadka u cajabta badan waxa weeye waa qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam. qisada dheer suuratu yuusuf lagaga waramay qayb ka mid a ayaa waxaa kaga soo aroortay nebi yuusuf calayhi salaam asagoo wiiloo dhalinyaro oo aada u qurux badan. ila nabigeenu siduu sheegay sal alay wasalam, nebi yuusuf quruxda niskeed baa la siiyey. ilaahay tabaaraka watacaala aadamaha uu abuuray kuwa ugu qurux badan buu ka mid ahaa. isagoo marka dhalinyaro ah ayuu reer yuu u gacan galay, reer gaala ah, walaalihii baa ceel ku riday, kadibna ceelkii qolo safaraa kala baxday, qoladii baa iibsatay. wuxuu u gacangalay reer nin wasiir ah qoyskiisa. sida qur-aanku inoo sheegay, islaantii ninka wasiirkii qabay ee wiilka uu gurigeeda ku noolaa unbaaba wiilkii ka heshayba, wiilkii unbaa lagu imtixaanay. asagana guriga uu ku nool yahay waa marti, waa qariib, cid kale meesha uma joogto ma yaqaano, hooye ahaan buu ula joogaa. markii lagu imtixaanay oy doontay, waa ku qur-aanku inoo sheegay, intay xilli ninkeedii maqnaayo gurigu ka maqnaa ayay iridaha soo xidhatay, way isqurxisay, ishagaajisay, iriddii bay soo xidhay, waa labadooda keliya. markaasaa waxay ku tidhi hayta lak kaalay bay ku tii, soo dhowow war kaalay bay ku tii. nabiyullaahi yuusuf calayhi wa calaa nabiyina salaatu wasalaam waa wiil dhalinyaro ah, shahwada bini aadamka ku jirtaana ku jirta. haweene iyada lafteeda qurux baa lagu sheegi jiray, haweene qurux badan oo nin wasiira qabo, magac laho, halis aho, gurigeedii oo gogosheedii oo isdiyaarisay oo wax walba diyaar yihiin, cidaa ilaahay ahayba meeshaasi ka warhaysa ma jirto. soo ma muxuu ku jawaabay? qaala macaad allah, magan alla bu, magan alla, ninka gogoshan iska leh aad iigu yeeraysa inaan wasakheeyo waa ninka gurigiisa aan ku noolahay, imasruufa, ibiila, ixanaaneeya, ninka inaan gurigiisa wasakheeyo oon gogoshiisa wasakheeyo macaad allah ma yeelayo. waa tii markii dambe gaadhay qadiyadaa daraaddeed in loo xidho xabsi u galo. laakiin waxaa cajiib ahayd markii arrintii ay haweeneydii dhaaftay keligeed, markii dambena waxay gaadhayba haweenkii magaalada oo dhan intay isugu yeedho inay kulligoodba wiilkii yahaa guri ka galo oo kiiskii waa ballaadhayba. markii hore hal dumar ahaa, markii dambena wuxuuba gaabay dumar badan. markii dambe waa ka dhahaya nabiyullaahi ibraahim calayhi nabiyullaahi yuusuf calayhi wa calaa nabiyina salaatu wasalaam, rabbi sijnu
أحب إلي مما يدعونني إليه ربي ومن الحبس قالوا أيان كتش على هاي وحا أي إلغو يريان إن أنت وسخوضو وزلاء كدعو وأنكو عاصيو وحان كدر ببيا إن الحبس قالوا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين إله حدث شركو ذي ديبكو ذا أذن إقا قولين إقا لحننا وحاس وحاليس بل كتراوة إلهي بو عبد تبارك وتعالى وتحبسي بو قلي طبعا بو قلي وكو كي هاي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلت المامي ستضبض الروح ما ننتقي أما ذا عرشي قليها رسان دولة وحاكم بذا ورجل دعت امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله من هواني شرف له أو يقرح له أي أيارت يا إنه حمام كسمي ومركا يلي إلهي باك بقيا إني أخاف الله إلهي باك بقيا وحكم إذا تضبط عرش إله الصندوق من كلمةها هواني وعلمي قبل من شرف له أو مقع له أو قرح له أو وحي رجل وحي لله هاله انتو قول يا بي حمان كدوني تري إني أخاف الله إلهي باك بقيا وصيدا كدي دي أيضنا تضبط عرش إله الصندوق كم يتاهي نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تاسو قليا ساس تراديد موقفة النقص وكلاء الروح وديء شهودي سإلهي درتي قوته وإس إلاليو لا شك إلهي أكتي سلقيمة يشرف بكلي سلالة